بعد عرض سجل عمليات القوات البرية في عمليات حرب الاستنزاف، هنلاقي ان القوات البرية اغلبها الان بالعمليات دي قوات صاعقة والمجموعة 39، الا قوات قليلة جدا من قوات المشاة اللي عملت عمليات زي عملية السبت الحزين، لسبب ان القوات المشاة كانت في درجة من الغضب بدأت توصل للقيادة العامة، ان القوات على خط القناة كانت بتبقى متضايقة جدا. انا بتكلم باسلوب يعني بسيط مبسط، كانت تبقى متضايقة ان هي شايفة قوات الصاعقة بتعبر تنفذ عمليات وترجع، وتاني يوم او في نفس اليوم قوات المشاة على الخط الامامي هي اللي بتاخد العلقة من المدفعية او الطيران الاسرائيلي. فتم ان في بعض قوات المشاة عبرت علشان تشارك قوات الصاعقة، وطبعا كانت قوات مختارة وكانت مدربة، بس التأثير النفسي، ولما هنتكلم عن حرب الاستنزاف هنتكلم عن التأثير النفسي في كل عملية. الحرب ده هي قايمة على التأثير النفسي للعدو، احنا بنضربهم على الخط الأمامي بنسبب لهم خسائر، بنسبب لهم رعب، بنرص ألغام، هم الرد بتاعهم رد نفسي علينا، يا إما قصف القوات البرية على ضفة القناة، يا إما عمليات في العمق، أو أروح لشدوان، او اروح الجزيره الخضراء، او اضرب قناطر نجع حمادي. كل الحاجات دي هنذكرها في جزء تالي على تفاصيل العمليات دي، لكن كان العمليه كلها جزء نفسي. نضرب لهم مدمره ايلات، يضربوا لنا معامل تكرير البترول في الزيتيه، نروح مهجرين سكان القناه، يعني احنا مكملين. نضرب لهم دبابات، يضربوا لنا العمق عندنا، يعملوا عملية إغارة كذابة، عملية تلفزيونية عملوها في 9/9/69 لما نزلوا عدد من الدبابات عن طريق السفينتين بيت شيفا أو باتيام في منطقة الزعفرانة، ونزلوا دبابات ومعاهم مراسلين أجانب، وعلى فكرة كانت دبابات مصري مقصورة من 67 زي صور موضحة لكم. الهدف من العملية إيه؟ إن هو واخد معاه صحفيين وأجانب، وسموها عملية رفيف، وسموها إعلاميا غزو مصر. نزل قعد 10 ساعات في منطقة ما فيهاش قوات، ضرب موقع رادار وكان بيدافع عليه 10 جنود تقريبا، وعدى الدبابات في وجود حماية جوية وحماية بحرية، واختار منطقة منعزلة منطقة الزعفرانة وعمل عليها انزال ل10 دبابات، معاهم صحفيين ومعاهم عاملين يصوروا، قعدوا ينشروها في التلفزيون الاسرائيلي لمدة اسبوع متتالي ان هم بيغزوا مصر. طب انت داخلي في منطقة ما فيهاش قوات، هي دي الجدعنة؟ اه هي دي جدعنة، ان هو بيبين لك ان انت هو يقدر يضربك في مناطق ضعفك. المنطقة من بورسعيد لغاية حلايب وشلاتين اللي هي منطقة المواجهة حوالي 1000 كيلو، وفي مبدأ عسكري بيقول إذا أردت أن تكون قويا في كل مكان ستكون ضعيفا في كل مكان. فاحنا ما كانش ينفع إن احنا ندافع عن الألف كيلو كلهم بقوات، فكان احنا تركيز قواتنا على منطقة جبهة قناة السويس. فهو اختار منطقة ما فيهاش قوات ونزل 10 دبابات، قعدوا 6 7 ساعات. كان ساعتها الرئيس عبد الناصر في مشروع تجريبي للفرقة 21 التي يتم تكوينها، فرقة 21 مدرعة، بعت اللواء احمد اسماعيل رئيس اركان حرب القوات المسلحة اللي هو خلف الفريق عبد المنعم رياض، بدل ما اللواء احمد اسماعيل يروح المنطقة ويشوف ويتابع اللي بيحصل، رجع على مكتبه وبعت المستشار السوفيتي. فطبعا الرئيس عبد الناصر صار جدا، وطبعا ده طبقا للمذكرات الفريق فوزي اللي بيتكلم عن النقطة دي بالتفصيل. فصار الرئيس عبد الناصر ان اللواء احمد اسماعيل ما راحش، كان متوقع ان هو يروح ويتابع بنفسه اللي حصل، بدل ما يبعت المستشار السوفيتي بتاعه صدر قرار باقاله اللي هو احمد اسماعيل. لكن عسكريا احنا ما كناش نقدر نعمل حاجه، اختاروا منطقه فاضيه نزلوا فيها صوروا، عدت عربيه محافظ البحر الاحمر بالصدفه، او كما قيل ان هو عارف ان في قوات هنا ونازلين بدبابات مصري وبتاع، فراح عشان يتابع، دست عليه دبابه اسرائيليه بطتت العربيه تماما، وبعد كده اخدوا العربيه بطيارات هليكوبتر عشان يعرفوا مين كان العربيه عليها علم في الاول في مقدمتها، فاخدوا بالطياره هليكوبتر سوبر ستاليون بتاعتهم واخدوها اسرائيل عشان يشوفوا مين الشخصيه الهامه اللي اتفعصت جوه العربيه. ده كان محافظ البحر الاحمر اللي عدى بالصدفه. عملوا ايه؟ هدف عسكري بقى، نتكلم على العسكريين، ما عملش اي حاجه، لكن كل شغلهم ان هو هدف دعائي، ان هو يتكلم ويشرح ويقول احنا قادرين ان احنا نعمل. ليه؟ علشان هنرجع ونقول حرب الاستنزاف كانت حرب نفسيه من المقام الاول. مين اللي يفوز فيها؟ هو اللي يفوز فيها اللي يطلع باكبر مكاسب نفسيا واعلاميا، واحنا للاسف كنا اعلاميا وما زلنا لغايه دلوقتي اعلاميا ضعاف جدا في ابراز انتصاراتنا او ابراز النقاط المضيئة اللي احنا عملناها، وهو شاطر جدا في ابراز هزايمه
بيحولها لانتصار، زي معركه شيدون وهنتكلم عليه بالتفصيل ازاي ابرزها كانتصار، ازاي الصحف الاسرائيليه طلعت تاني يوم عمليه الجزيره الخضراء ان هم احتلوا الجزيره وده ما كانش حقيقي ورجعوا بعد كده اتكلموا ان هم كانت عمليه مجرد ان هم تدمير القوات المصريه الموجوده على الجزيره وده ما كانش صحيح، هم كانوا عايزين يحتلوا الجزيره وفشلوا. وهنرجع نتكلم على الجزيره الخضراء وجزيره شدوان والحاجات ده، المعارك البطوليه هنتكلم عليها في وقت لاحق. لكن احنا ما بنعرفش نسوق انتصاراتنا على مستوى العالم، تسويق ماركتنج، فالعالم كله كان شايف ايه؟ ان اسرائيل بتهاجمنا في العمق، الطيارات الفانتوم اللي جات لهم عملت اغاره وهميه على القاهره، ان هم بيهاجمونا، ان هم ضربوا معامل تكرير بترول في السويس، لكن العمليات اللي احنا كنا بنعملها كانت اخرنا ايه؟ الاهرام والاخبار مانشيت قوات الكوماندوس تقوم بعمليه اسرى اسير. ما عرفناش نتعلم حاجه زي كده الا في 73 لما تيران طلع الاسرى بتاعهم في التلفزيون، ولما احنا كنا بناخد اسير لازم نعرف ان الاسير ده كان بيتم في اطلاق نار او عن طريق الصليب الاحمر المتواجد على ضفتين القناه، كان بيتم تبديل الاسرى دوت. واحنا منزلين فيديوهات على قناتنا كتيره لعمليات تبادل الاسرى او تبادل جسامين الطيارين بتوعهم. احنا يعني ايه تبادل؟ انا بديله الاسير وباخد قدامه 50 60 100 عسكري مصري من اسرى 67 او ضباط او بدو تم القبض عليهم في عمليات تبادل. فاي اسير احنا كنا بنعدي بنجيبه كان له فوائد نفسيه كتيره بالنسبه لنا جدا، سواء على خط القنال او بالنسبه للمخابرات او بالنسبه للقياده او بعد كده في اخر حاجه خالص في عمليات التبادل. فدي كان ده جزء العمل النفسي. ادت حرب الاستنزاف لاجبار اسرائيل ان هي تغلط اكبر غلطاتها العسكريه، ان هي تدافع دفاع ثابت عن خط القناه. اسرائيل معروفه تفوقها العسكري في الحرب المتحركه اللي بدأها الالمان في الحرب العالميه الثانيه البليتس كريج او الحرب الخاطفه، اللي الحرب من الحركه بالمدرعات والعربيات المدرعه، ان هو بيحتل وبيتحرك وبيجري وبيهاجم بالمناوره وبالالتفاف. لكن حرب الاستنزاف اجبرته ان هو يحفر حفر ويقعد مكانه، فبقى هدف ثابت لمدفعيتنا. ولما هنتكلم على حرب الاستنزاف اي معركه سواء انا قلتها او ظهرت في سجل العمليات لازم تعرف ان المدفعيه المصريه متواجده ومتفوقه تفوق كاسح على اسرائيل. فالمدفعيه المصريه خارج اي حسابات في اي عمليه المدفعيه موجوده، سواء بتستر انسحاب قواتنا او قبل ما قواتنا بتهاجم لازم المدفعيه المصريه موجوده. فهو اجبر ان هو يدافع دفاع ثابت. كان في خلاف ما بين رئيس الاركان جنرال بارليف وما بين الجنرال شارون، اللي كان ساعتها شارون مسك قائد الجبهه الجنوبيه والجنرال بارليف كان هو رئيس الاركان، الدفاع الثابت او الدفاع المتحرك. بارليف عايز يعمل تحصينات على خط بارليف، ودي هنتكلم عن خط بارليف في جزء مستقل. شارون عايز دفاع متحرك. وصلوا لتركيبه عجيبه نوعا ما بالنسبه لهم عجبتهم، ان هو هيعمل خليط ما بين الدفاع الثابت والدفاع المتحرك. هعمل نقاط حصينة على خط بارليف وراها دبابات على مسافة 4-5 كيلو، أول ما يحصل هجوم علينا احنا هندفع قواتنا المدرعة ان هي تهاجم المكان الهجوم بحيث ان يبقى عندي مرونة اقدر اشوف فين المجهود الرئيسي او فين الهجوم واقدر اهاجم عليه، ما بقاش حاطط دباباتي على الخط الرئيسي. وبناء على كده ابتدوا ياخدوا خطوات بناء خط بارليف اللي هنتكلم عليه بعد كده. لكن تم اجبارهم على الدفاع الثابت. طب الدفاع الثابت ده اثر على ايه؟ لما هنتكلم بنتكلم حرب الاستنزاف يبقى بنتكلم على العامل النفسي، عسكري قاعد جوه دشمه بيتضرب بالمدفعيه في خسائر. برضو هنقول معلومه حسب الاحداث شويه لما نيجي نتكلم على معلومه خط بارليف، وهنتكلم ان كان في خطين بارليف ما كانش خط واحد بس، زي ما قلنا ان كان في حائطين للصواريخ وما كانش حائط واحد بس، احنا بنقول خطين بارليف، خط اتعمل واتدمر وبعد وقف اطلاق النار عملوا الخط اللي احنا حاربناه في 73 المصيبة السوداء اللي هم بنوها دهيت. بس خلينا في الجزء الاولاني، كانت عبارة عن يجيبوا عربيات القطر اللي كان قطر الانطرة العريش يحطوها ويدفنوا عليها ويبقى ده الدشمة بتاعتهم، المدفعية المصرية تقدر تضرب وبتدمر وبتعمل خسائر فيهم. במרץ 1969 חודשה הלחימה באזור התעלה. הפעם הכריזו המצרים בגלוי על מלחמת התשה. הנשיא נאסר אמר, איני יכול לכבוש את סיני, אבל אני יכול להתיש את ישראל ולהקיז את דמה. ואכן בתוך שבועות מעטים נהרגו עשרות רבות של חיילים. קו הביצורים שהקים צהל על קו המים עמד בפני האש הארטילרית, אך לא מנע את האבדות. כל פעם אתה יושב פה עוד ועוד ועוד ועוד, איזה מלחמה, שאני מאבד חייל, שאני מאבד חבר.
הסיפור נדע לפני שאתה יורד לקו, אתה זוכר ינקו? נו. אתה... דיברנו עם החיילים, יושבים מדברים עם החיילים ואתה מתחיל לחשוב, אתה מסתכל על כל הציבור ואתה מתחיל לחשוב מי יפצע ומי יהרג ואתה יודע טוב מאוד שאתה יורד את תקופה ארוכה שזה חייב להיות מישהו או כמה אנשים ואתה יודע את זה טוב מאוד מקולת הקודה לישראלים עם חרב לסינזף תדול על עדי הם כאנו عندهم خسائر والعامل النفسي كان سيء جدا جدا ونحن كنا منتصرين في الجزئية النفسية انتصار كبير جدا لو افتكرنا لو قلنا مجلة التايمز الأمريكية في مقال في يونيو 70 بذكرى مرور 3 سنين على هزيمة يونيو كانت الافتتاحية بتاعتها بتقول الكآبة تتزايد في إسرائيل قالت المجلة في الذكرى الثالثة الحرب 67 اتسمت حالة الإسرائيليين بالكآبة والضياع وبدأ يسألون عما إذا كانوا كان قصبوا حربا بالفعل أم أنها مجرد الجولة الأولى منها فدي مجلة التايمز الأمريكية في ذكرى مرور 3 سنين على هزيمة يونيو تتكلم أن الإسرائيليين عندهم كمية كآبة وبيتساءلوا هل هم فعلا كسبوا الحرب ولا كسبوا جولة طب إيه اللي وصلهم لكده حرب الاستنزاف ده جزء نفسي مهم جدا في مكان اخر بيقولوا اعترف القادة الاسرائيليين بعد توقف القتال بمدى الخسائر التي كانت تعانيها اسرائيل من الهجمات المصريه بايبان وزير الخارجيه الاسرائيلي في الفتره دي بعد مرور 21 يوم من توقف حرب الاستنزاف وتحديدا يوم 29 اغسطس سنه 70 ان خسائرنا في الافراد والقتلى والمعدات الثمينه جعلت حرب الاستنزاف غاليه التكاليف بالنسبه لنا ولولا وقف اطلاق النار لواجهت اسرائيل تصاعدا في الحرب مع مصر وبالتالي زياده عدد القتلى والجرحى وتاكل التفوق الجوي احنا بنتكلم كده على مقوله بيقولها وزير خارجيه الاسرائيلي يوم 29 اغسطس سنه 70 بعد 21 يوم من وقف اطلاق النار وقفوا وقف اطلاق النار اللي هم كانوا عايزينه وجابوا ويليام روجرز قعد مع حيم بارليف وزير رئيس الاركان الاسرائيلي وظبطوا وقف اطلاق النار واحنا اتكلمنا بجزء حرب الاستنزاف ان احنا استفدنا من وقف اطلاق النار ان احنا دخلنا الصواريخ الجبهه فدي كانت احد المقولات اللي اتقالت بعد نهايه حرب الاستنزاف واللي تقول لك كانت حرب الاستنزاف ماشيه ازاي في مقوله اخرى قالها احد القادة الاسرائيليين هو مش مشهور قوي وتقريبا خرج قبل حرب اكتوبر اسمه ميتانياهو بيلد وده مش مذكور له اي منصب مهم لكن ده كان تصريح قاله في احد الصحف الاسرائيليه ان الجيش الاسرائيلي فشل في الناحيه العسكريه في حرب الاستنزاف وهذه اول معركه يهزم فيها في ساحه القتال منذ قيام دوله اسرائيل لدرجه اننا في اسرائيل امسكنا باول قشه القيت لنا وهي وقف اطلاق النار التصريح ده قاله امتى سبتمبر 1970 بعد وقف اطلاق النار بشهر بيقول لك احنا مسكنا باول قشه اتقدمت لنا عشان نوقف اطلاق النار عشان الخسائر بتاعتنا نيجي نقول مقوله قالها جنرال شارون في مذكراته واللي اتنشرت بالعبريه واللي نشرها دافيد شانوف قال بيقول فيها كان جنودنا على امتداد القناه يواجهون الموت باستمرار وفي غياب نظره شامله وبعيده المدى وجدت قواتنا نفسها معرضه للنيران المصريه من دون حمايه او ملجا فقررت من تلقاء نفسها بناء المعاقل اللي هي الحصون واتسعت الانشاءات مع مرور الوقت وغدت مصنعة اكثر فاكثر متحولة الى خط محصن حقيقي وعندما تعرضت موقعنا لنيران المدفعية الثقيلة تكبدت قواتنا خسائر جسيمة وخلال الثلاث سنوات لحرب الاستنزاف انشغل جنودنا باصلاح الاضرار وتحصين المواقع التي دمرتها المدفعية وكلفتنا الكمائن والغزوات ضد دورياتنا ارواح غالية جدا وعند وقف اطلاق النار كانت خسائرنا قد بلغت 1366 إصابة منها 367 إصابة مميتة وكان الحاخام الأكبر يزورنا باستمرار ويصلي مع الجنود ويقضي الليل معهم يعني لو خدنا الرقم بتاعه كواحد إسرائيلي بيقولك 1366 إصابة يعني 1366 واحد ماتوا فزي ما احنا اتعودنا وزي ما احنا بنقول لكم دايما اضرب رقم في 3 في 4 يعني خسائرهم كانت في حدود ما بين 3500 ل 4000 قتيل خلال فتره الثلاث سنوات حرب الاستنزاف احنا ما كسبناش ارض احنا ما خرجناش الاسرائيليين من سيناء لكن تعلمنا حاجات كتيره جدا وعلى اساسها زي ما قلنا في قسم القوات الجويه والدفاع الجوي على اساسها حطينا الاسس ان احنا نبني لحرب 73 وهنقول هنا ويهمنا في النهايه هنا ان احنا نقول تصريح مهم جدا قاله جنرال بارليف رئيس الاركان الاسرائيلي قال لا اعتقد ان المصريين يستطيعون مهاجمه احد حصوننا والاستيلاء عليها
ولا أعتقد أنهم يستطيعون عبور القناة، ومع هذا ففي وسعهم التسلل من بين الحصون وزرع الغاب، فهل يستطيعون فعل هذا فقط؟ وعلامة استفهام. ده اللي قالوا مع نهاية حرب الاستنزاف. يقدروا يهاجمونا، ما يقدروش يهدوا خط بارليف، بس يقدروا يتسللوا من وسطه يزرعوا الغاب بس. فهل ده اللي هيعملوه فقط؟ حرب الاستنزاف الإسرائيليين هاجموا المدنيين المصريين 52 مرة، وطبقا للمصادر الإسرائيلية وكتاب جند من السماء للراحل اللي هو طيار محمد عكاشة، احنا هاجمنا المدنيين الإسرائيليين 10 مرات. وخلينا نقول عشان نبقى منصفين، منهم عدد كبير من المرات كانت بالصدفة، يعني مش عن قصد ان احنا بنهاجم مدنيين، ان هو ده مش اسلوبنا ومش طبعنا. لكن لما هو كان بيهاجم العمق ضربنا لهم مدنيين في مقابل 52 مرة هو تعمد ضرب مدنيين، سواء في السويس، اسماعيلية، بورسعيد، نجع حمادي، معسكر منقبات في اسيوط، قول زي ما انت عايز، لما ضرب مطار الاقصر في 67 كان مطار مدني، لما ضرب معسكرات في القاهرة ما كان بيضرب العمال المدنيين اللي بيبنوا حائط الصواريخ دي، مش هنعتبرها ان هو تعمد اصابة مدنيين، بس كان المدن القناة هي كان ليه النصيب الاكبر من ضرب المدنيين. لما هنتكلم على نتائج حرب الاستنزاف، واحنا قلنا الجزء النهاردة هيبقى جزء مختصر جدا وشامل عن حرب الاستنزاف، هنتكلم عن اول حاجة ان انت حطمت الحاجز النفسي ما بين قواتك وقواته. بقى عساكرنا على خط القناة شايفين قوات الصاعقة بتعبر وترجع جايبين اسير او مموتين كذا، او جايبين وثائق او خرائط، معنى كده انهم دخلوا نقطة الحصين ويلاقوا الاسرائيليين بيجروا بدباباتهم مع هجوم الصاعقة، فده كسرت حاجز نفسي. بنيت عقيدة مهمة جدا عند المقاتل المصري، عقيدة اتعلمها بالدم، ازاي انا احارب وازاي انا انتصر، وياس اي كان، اقدر. دي كانت مهمة جدا ان انا اوصل للعسكري المصري انت تقدر تعبر القناة، وينفع مش هيقابلك هناك الناحية التانية سوبرمان. فانت بنيت عقيدة قتالية ليك ان انت ازاي تهاجم الاسرائيلي، وازاي مناطق قوتك ايه ومناطق ضعفه ايه، وازاي ان انت تقدر تسيطر على النقطة شرق القناة ساعتين وثلاثة، وازاي تقدر ترفع علمك وردود افعاله ايه. فبقيت تعرف تفكيره وبقيت تتعلم، ولما تيجي تعمل عملية بعد كده ما تعملش نفس الغلطات، وهو تشوف غلطاته ايه، تشوف هو اتعلم ايه وانت اتعلمت ايه. فهنا مع مرور الوقت انت بتبتدي تكون عقيدة قتال مصرية قايمة على التعلم بالدم، اتعلمت بالدم. انا ارجو ان الحلقة تكون عجبتكم، ارجو ان هي ما تكونش مملة بالنسبة لكم، ارجو ان انتوا ما تبخلوش علينا بنشر الفيديوهات عشان توصل لاكبر عدد من الناس، وانتظروا الحلقة القادمة باذن الله عشان لينا تاريخ يستحق ان يروى. شكرا.